اسمي بيلم، أنا من الأرجنتين وأعمل مدونة سفر على اليوتيوب. سافرت حول العالم في السنوات الثلاث الماضية. في هذا الوقت نحن نسافر إلى نيوزيلندا، وبالتحديد إلى أوكلاند التي تقع في شمال الجزيرة الشمالية. اليوم سنريكم ثلاثة أماكن مخفية نحب زيارتها. المكان الأول هو معبد فوغرانغشان، وهو أكبر معبد بوذي صيني في نيوزيلندا، وهو على أطراف المدينة، ولذلك فهو مكان غير سياحي وهادئ جداً. يجب عليك التنزه في الحدائق والاستمتاع بالعمارة الصينية البوذية وتعلم القليل عن ثقافتهم. كل ركن في المعبد يستحق التصوير. المكان الثاني الذي سنزوره هو المكان المفضل لدينا في المدينة كلها، وهو مخفي تحت جسر خليج أوكلاند، ولا يذهب أحد إلى هناك. به أفضل المناظر في المدينة، ويمكنك هناك التقاط أفضل صور الرحلة كلها. هذا هو المنظر على الناحية الأخرى من الخليج، ويمكنك الوصول إليه بسهولة بالسيارة أو العبارة من مركز المدينة. وأخيراً سنذهب إلى وسط بونسوندي، وسنأكل اليوم في برجر برجر، فهو لديه أفضل همبرجر في المدينة كلها. نحب أن نأتي إلى هناك لأن لديهم أفضل الخيارات النباتية. لا توجد طريقة أفضل من تناول هذا الطعام لإنهاء يوم رائع كهذا. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم باليوم معنا، والآن بعد أن علمتم المزيد عن أوكلاند تستطيعون وضعها على قائمة رحلاتكم.